وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. نتحول لمتابعتها مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا لك إيمان. شكرا أميرة. ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. تولي الدولة اهتماماً كبيراً بملف الأمن الغذائي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح من خلال إقرار الحكومة حافز توريد إضافي 250 جنيهاً ليصل إلى 1250 جنيهاً لسعر إردب القمح. جولة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز شربين محافظة الدقهلية، التقى خلالها بعضاً من فلاح المحافظة وتبادل معهم أطراف الحديث. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عايز أسلم عليكم. ممكن مصر تطلع إنتاج غلي تكفي مصر، ما نحتاجش أرداب واحد من بره. لو التقويات وكل حاجة بقت 10 على 10. ربنا يعينك. اللهم آمين. ربنا يعينك. اللهم آمين. يا رب يقدرنا. يا باشا ربنا يعينك. صحيح والله. احنا بنحاول نعمل حاجة. ربنا يزيدك. ربنا يعينك. كلنا مع بعض. المتابع للمشهد ربما يظن أن ذلك الأمر المعتاد، فدائما ما يحرص السيد الرئيس على لقاء المواطنين، لكن ما قيل في طيات الحديث من الفلاحين للسيد الرئيس لم يمر هباء، ليستجيب السيد الرئيس سريعا لمطالب الفلاحين، وينعكس ذلك على اجتماع مجلس الوزراء. في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح وأن يبقى في سعر مجزي لتوريد القمح في هذا الموسم، يعني احنا كنا سبق طبعا ان احنا كنا خدنا قرار بان يبقى سعر توريد الارداب هو 1000 جنيه، فالنهاردة مجلس الوزراء اقر حافز توريد اضافي ب 250 جنيه، وبالتالي يبقى كده القيمة الاجمالية لتوريد القمح ان شاء الله هيبقى 1250 جنيه للارداب. فلاح الدقهلية الذين التقوا السيد الرئيس اعتبروا القرار اكبر جبر لخواطرهم، واعتبروا يوم اللقاء يوما تاريخيا لهم ولمحافظتهم. يوم 1/12 كان يوم تاريخي لمحافظة الدقهلية، وكان فخر لمحافظة الدقهلية ومركز شربين وقرية الحصص ان السيد رئيس الجمهورية يبقى في وسطنا في قرية الحصص. نشكره على الاستجابة السريعة اللي احنا طالبنا بها، واحنا احساسنا ان الرئيس واقف في ظهرنا وحاسس بمشاكلنا. لما طلبنا منه زود لنا زيادة القمح اهوت، وطبعا في خلال شهر يعني طبعا نفذ لنا طلباتنا، رفع السعر بتاع القمح السنة دي، وما كناش نصدق ننزل قرية بسيطة ونزل، والله حاسين بالراحة من أول ما جالنا وإحنا نفسنا مستريح. عمل لنا اللي احنا ما كناش نحلم بيه وما كناش نتصور في يوم من الأيام إن رئيس جمهورية ينزل عندنا في البلد. لم يكن فلاح الدقهلية يعلمون أن لقاءهم بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون الفأل الخير وجه السعد، ليس لهم فقط بل للفلاح المصري في العموم. بصراحة الفلاح الزراعي المصري يعني النهاردة عاد يروح في أي مكان واخد حق، وإحنا مبسوطين قوي قوي بزيادة السعر. النهاردة الغلة بقت من 1000 ل 1250 جنيه، لا قرار هائل جدا، لأن الرئيس بسم الله ما شاء الله يعني بص للفلاح وبص للعامل البسيط. قرار 10 على 10. الفلاحين كلتهم بيتكلموا وبيقولوا ان شاء الله هنزرع قمح اكتر من الاول باذن الله، ومن محصول جميل وهنغطي البلد باذن الله، مش هنحتاج اي حاجه من بره ان شاء الله. ده قرار عظيم بصراحه، وسياده الرئيس واقف في ظهر الفلاح، وده بيدينا حافز اننا ننتج ونشتغل. بعد قرار السيد رئيس الجمهوريه اللي كان بيزرع فدان هيزرع فدانين، اللي كان بيزرع فدانين هيزرع 4. قرارات بمثابة بث الروح في جسد الزراعة المصرية تؤكد على أن مصر زراعية تؤمن بأن الأرض عرض. أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصل فلاح، وحي على الفلاح، وأبو زرع طيب يقول
حي للإصلاح. مصر جميلة، مصر جميلة، خلي